السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان ديالي، خواتاتي، حبوباتي العزاز، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولا اللي خطيكم عليا والله يسهل عليكم، وشكرا لكم بزاف والله يحفظكم ليا، وشكرا على الدعوات ديالكم، شكرا على الوقفة اللي كتوقفوا معايا، وشكرا ديك اللايك اللي كتحطوا ليا في اي فيديو، شكرا على الكومونتير اللي كتكتبوا ليا، شكرا على العسل اللي كيخرج من فمكم. نقول لكم ديما شكرا شكرا، لان فريمون نتوما هما احلى متتبعين لقيتهم. الله يحفظكم ليا والله يعطيكم ما تمنيتو في خاطركم. غادي نقلب لكم الكاميرا باش نكملوا الهضره ان شاء الله. هانا اخوتي العزاز، هانا كما العاده كنشارك معكم اي حاجه فمي صافي تصات ليا بقوه الفقصه، بقوه الاعصاب، بقوه البكا، ما نعاود لكمش. ربي كبير، كنقولوا الحمد لله على كل حاجه، اي حاجه اعطاناها لنا الله كنحمدوا بها الله، اي طيحه كنطيحوا منها ما كنبقاوش طايحين، كنوضوا وكنشمروا على دراعنا ونوضعوا وتاني نشوفوا ما يدار. جيت هاد البارك هذا الخوت ديالي باش نتكلم شويه، باش نفكر انا والزوج ديالي، ها هو وولدي ريان، انا هو جينا لهنا. شوف وليدي مسكين حبيب ديالي، صراحه تصدمنا هاد الخبر، جانا كالصاعقه، ما عرفنا باش تبلينا الحاجه. صراحه شحال من واحد كيقول لك الحاجه مستوره كيستر بها الله، وي بصح عندكم الصح، الحاجه مستوره كيستر بها الله، ولكن هادشي واخا نكون مستوره غادي يوقع لينا. غادي نفهمكم شنو كاين في هذا الفيديو، غادي نفهمكم شحال من حاجه. كنتمنى ما نكونش دوختكم، هذا الفيديو هذا ضروري ضروري ضروري، خاصو يشوفوه الناس باش يستافدوا منه. يعني انا كنبارطاجي معكم اي حاجه، ماشي كنبارطاجيها معكم غير بيتمون هكاك، نو، انا كنبارطاجيها معكم باش تستافدوا منه، انا كنبارطاجي معكم في حال هاد الفيديوهات هذا اللي كيوقع ليا، العثرات اللي كنتعثر فيهم كنبارطاجيهم معكم باش تعلموا منه، باش نتوما ما يوقع لكمش نفس المشكل اللي وقع ليا، حيت هاد لا فيديو هذا اللي حاطاه انا، كون لقيتو انا في شي قناه ولا شي يوتيوبرز حاطاه، ما غيطرش ليا هاد المشكل اللي وقعت فيه انايا. لا بليبار عارفين بانني انا راني مكرفصه في لي زابارتمون اش ال ام، كنت مكرفصه صراحه. هذيك السيده اللي كانت معديه عليا راه خرجات صافي، دابا هي في المستشفى العقليه، ولكن واخا هكاك ماشي غنبقى انايا مربعه يديا وغادي نبقى عايشه في حياتي كامله في العمارات. لا، هاد الوليد هذا كما كتشوفوا ها هو عنده واحد، فين هو؟ ها هو، وعنده واحد الطاقه ايجابيه بحالو بحال المخ، نضحكوا مولاها ربي. يعني واحد الطفل اللي تبارك الله وصل عندي اكتيف كيجري، يعني خاصو لي سباس بحال هكا في الجرده، خاصو يعني فين يجري هذا. يعني بالنسبه لي الابارتمون ما كافياش داكشي، علاش انايا كنت بغيت ناخذ كريدي مادام انايا مكفصه في ديك الخدمه، على الاقل نخرج بشي حاجه، على الاقل نخرج انا بشي نتيجه من ديك تكافز الخدمه. قلت اشنو كاين، نهز كريدي ونشري ان شاء الله دار في هذه الارض السعيده، ونعيشوا انا والزوج ديالي. وهذا غادي نحط سميتو الكاميرا اون فاس ديالي انا وراجلي، ونقول لكم شنو طرا ليا اليوم مع البنكه. خليكم معايا. السلام عليكم. السلام عليكم، جيسبر كو زالي توس تري 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 بيان. ما اكوتي بو تان ا كوتي دان لاك ا كوتي دان ايتان. Tout se passe bien, à part qu'on a reçu un appel de la banque aujourd'hui pour dire que le crédit a été refusé. Donc là, là, en fait, cette vidéo va être dédiée justement à l'explication de tout ça. البنات الخواتاتي الحبوبات ديالي، كما قلت لكم هذا الفيديو لانه يكون جد مهم باش نقول لكم للاسف 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 البنكة درنا فيها زعما الثقة، يعني صافي حطينا في راسنا 100% غتعطينا الكريدي. كما قلت لكم البنكة ديال يوهان هي سي اي سي، قالت لينا لي بابي اللي غتوجدوا، وجدنا الدوسي ودفعنا ليهم، للاسف رفضات لينا الكريدي باش تعطينا الكريدي باش ناخذ الدار. اليوم غادي نقول لكم شنو هما السبب علاش رفضت لينا، باش نتوما ان شاء الله الا كان شي واحد بغى يدير شي بروجي بحال هكا، يشري دار ولا شي حاجه، يدير الاحتياط ديالو ويعرف
يعرف بان ما يحطش في راسو 100% البنك غتعطيه الكريدي، يدير الاحتياط ديالو مزيان مزيان باش ان شاء الله لا بنك تقبل له الكريدي. يوان tu peux terminer pourquoi la banque qu'est-ce qu'il t'a dit exactement la banque? Donc il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention lorsque vous faites une demande de crédit. La première chose qu'il va falloir faire attention, c'est déjà si vous avez ce que vous avez comme contrat. Au niveau du travail, soit vous avez un contrat CDI, soit un contrat CDD. Donc il faut obligatoire quelqu'un qui a un CDI. Soit un CDI, soit un CDD, mais de grande durée. Oui, mais par exemple, le couple, il va falloir un CDI. Oui, si c'est pour un couple, il faut un CDI obligatoire. Traduction, قال لكم بعدا اول حاجه كما قلت لكم في الفيديو اللي فات الشرط المهم باش نسميتو باش لا بنك كتقبل انكم تدفعوا ليها الدوسي ان واحد فيكم يكون عنده سي دي اي والاخر يكون عنده اما سي دي دي اللي غتكون ما اكثر من 6 شهور عن 6 شهور ما كيقبلوهاش تكون عنده 18 موان الفوق ولا يكون جوج سي دي فوالا هادشي اللي قال لكم حيت شحال من مره كتقولوا ليا ميكون كيلويوها انا راه ما كنفهموش شنو كيقولوا من الاحسن تبقاو تشرحوا لينا هكا باش نفهموا اكثر فوالا دونك ا بيان فير اتونسيون aussi que le contrat CDI soit assez ancien. Si vous venez juste d'avoir un contrat CDI, ne cherchez pas à faire une demande de crédit immobilier, ça sera refusé. قال لكم بالنسبه للناس واخا تكون عندكم سي دي خاص على الاقل 8 موا و 6 8 موا بيان بول على الاقل هذاك البيرسون اللي كتكون عنده سي دي على الاقل تكون عنده ديك سي دي اي اكثر من 6 شهور. بالنسبه للناس قريت في الكومونتير بالنسبه للناس الفيديو اللي فات قالوا لي شنو هي سي دي اي. سي دي اي هي كونطرا انديتيرميني يعني كونطرا ترافاي انديتيرميني يعني تكون عندك انك مرسمه بالوراق ديالك ما تكونيش داخله على حساب انتيريم تكوني نتيا خدامه مرسمه بالشركه يعني خدامه مع الشركه بالوراق ديالك ماشي عندك واحد الفتره محدده ومن بعد غتوقفي معاهم لا غتكوني خدامه معاهم ديما حتى تبغي نتيا وقتاش تخرجي فوالا اي ابري ايزون دي كوا سور لي كونط دونك ابري سور لي كونط ا سافوار كو Ils vont éplucher vos comptes, ils vont regarder vos comptes pendant plusieurs mois. Et si jamais il y a eu un refus de paiement, une facture qui passe pas, en fait vous pouvez oublier le crédit immobilier. Hein. Voilà. Ce sera refusé. Oui. Donc je voudrais vous dire que c'est un point important, mais je voudrais que tout le monde sache que les gens qui ont un projet de chercher le CINITO. باش تشريو الدار ان شاء الله الله يكمل على اي واحد كان عندنا حنا دايرين جوج ديال لي كونط دايرين كونط ليا انا اللي قلت لكم هو لا بوست وكونط ديالو هو سي دي هو سي اي سي دونك الكونط ديالي انا الكونط ديالي زوين زعما زوين دايره فيه لابور اللي انا شحال وحده كتقول ليا ما يصفر تشري الدار خاصك يكون عندك ان لابور بيان سي خاصك يكون عندك ان لابور ولكن ماشي ضروري على حسب البنكه شحال تعطي كاينين البنكات اللي ما كيطلبوش لك لابور وكاينين البنكات اللي كيطلبوا لك لابور على حسب شحال كتخلصي وعلى حسب الدار شحال بغيتي تاخديها فهمتوني دونك انا كان عندي الكونط ديالي مزيان فيه لابور فيه كلشي ولكن الكونط اللي ديال يوهان ما كناش كنجيريوه مزيان يعني ما كناش كنحاولوا عليه لان الكونط ديالي كنا كنحاولوا عليه كنا كنخبوا فيه الفلوس ولكن الكونط ديال يوهان ما كناش كنحاولوا عليه كنا بارفوا فيه لي با بارفوا فيه سميتو بعض المرات كيكون فيه شي فاكتورات كترجع ان بي بعض المرات كيكون فيه لي سابيل كومون كوا سابيل كومون كو تي ا بارفوا سور طون كونط ان ديكوفير ان لي ديكوفير فوالا هادي هي النقطة اللي خاصكم تحطوها في راسكم لي ديكوفير مي كيكون شي كونط من يكون جوج واحد فيكم ولو يكون واحد ولو يكون كونط اللي طالع ومعمر ومزيان وكل شيء باقي فيه بخير ماشي عامر حنا ماشي لاباس علينا المهم الكونط يكون مقاد والاخر يكون فيه لي ديكوفير يعني هذاك كثر في ديك البنكة انا قلت صافي دونك انا عندي ان اكور عندي ان سي دي اي دونك صافي لو كريدي اي اكسبتي لا اما صراحه ما تحطوهاش في راسكم خاص ديما انكم غير خاصكم ديما ديروا في راسكم خاصكم تخدموا على ديك جوج لي كونط يكونوا مزيانين جوج لي كونط يكونوا مزيانين بوندون 3 شهور
3 شهور مثلا غادي تمشيو تدفعوا ما تمشيو تدفعوا للبنكه الدوسي ديالكم حتى تريغليو داكشي اللي عندكم. 3 شهور ما خاصش يكون فيهم لي ديكوفيرت. لي ديكوفيرت كاينين شي ناس اللي غايقولوا ليا شنو هي لي ديكوفيرت. لي ديكوفيرت هو انك كتكون شي شهر ولا شي نهار ولا شي سيمانه عندك ناقص. مثلا انا يوهان تخيلوا كان عنده واحد سميتو واحد غادي نحط عليكم فيديو شنو هي الفلاش اللي وقع في يوهان في الكونت ديالو حيت نقصت لكم واحد الفيديو ما حطيتوش لكم. بالنسبه لسميتو يوهان كيفاش كان عنده ملي كتجيك شي فاكتوره ياك ومثلا فاكتوره فيها 500 اورو شي فاكتوره 500 اورو وما كدوش والبنكة كتقطعها لك ولا كترفيزها ولا شي حاجه كيكون الكونت ديالك فيه ناقص يعني كتكون بعدا الفاكتوره ما مخلصاش ما ريكلاميه انها ما مخلصاش كيخرج لك داك الشيء في الغول فيد بونكير مي كتبغي ديه البنكة. هذاك الغول فيد بونكير كتخرج لك فيه بانه كيشوفوا 3 شهور مثلا الغول فيد بونكير ديالي ديال 3 شهور فيه مقاد مزيان داك الشيء هو هذاك. بالنسبه للكونت ديال يوهان فيه لي ديكوفيرت فواحد الشهر هذاك لي ديكوفيرت ديالي ما خاصهاش تكون ان الا كانت الكريدي ديالك كيتروفيزا. الحمد لله كاينه حتى شي هنا ماشي مشكل لان حنا كنا تقوت مع بلادنا صافي صافي وصلت بينا اللعبه خاصنا نمشيو نتحولوا خاصنا نمشيو نشربوا خاصنا نستقروا خاصنا نستقروا ولدي راه كيتعلم العربيه دابا ديك الكلمات اللي كنقول له بدا كيفهم ليا دابا قال لي كنت تقول كنت ما عليناش. قلت لكم سميتو قلت لكم بقوه ما حنا قلت لكم زرو بلي بغينا نشريو الدار يعني تظلمنا بهذا الخبر اللي عطاتو لنا البنكه اليوم. الصراحه ماشي مشكل غادي نقول لكم ماشي كاين واحد اللي كيبقى يجري باش يوصل وكيجي واحد الوقيته ويتعثر ماشي مشكل ماشي غيتعثر ويبقى متعثر ويبقى طايح. لا حنا ما غنبقاوش طايحين غادي نوضوا ان شاء الله وغادي نقلبوا على الحل. الحل ديالنا حنا هو ان نستناو واحد 3 شهور اخرى ان شاء الله ونقادو حتى نحيدو لي ديكوفيرت ونعاودو ندفعو الدوسي ديالنا. بوغ لانستون غادي نحبسو باش نقلبو على الديور غادي نحبسو لان ما كاينلاش نبدا نقلبو على الديور. هادوك 3 ديور اللي شفناهم سبحان الله العظيم ما مكتابين سبحان الله العظيم ما عجبوكمش مهبا ما كنلقى واحد الكومونتير اللي كيعجبني بزاف ما عرفتش واش كنجاوب مولاتو ولا ما كنجاوبهاش عافاكم اللي كتكتب ليا هاد الكومونتير بغيتها تكتبوا ليا لتحت وتقول ليا هي انا هي مولات هذاك الكومونتير كتقول ليا اختي هاجر احسن دار ان شاء الله اللي تستاهليها غتكون كتستناك وغادي تجيك. الله عليكم الله يسهل عليك شكرا لك بزاف الحبيبه ديالي. تقدر تكون مازال الدار اللي غادي تجيني مازال ما مكتبهاش ليا تقدر تكون مازال ما مكتبهاش ليا يعني ماشي مشكل غادي نتسنى واحد 3 شهور ان شاء الله نحاولوا لي كونت ديالنا ما يكونش فيهم لي ديكوفيرت ونحاولوا عليهم ونحاولوا نديروا الميزان نحاول نهز شويه من الكونت ديالي ونحطه في لي كونت ديالو ونديروا التوازن ما بين الكونتات ان شاء الله ونتسناو 3 شهور ونعاودوا ندفعوا الدوسي اختكم هاجر ما كت شنو نقول لكم اختكم هاجر ما كت واحد الكلمه كنقولوها اختكم هاجر مشات ليا ما كتستسلمش فوالا اختكم هاجر ما كتستسلمش طاحت غادي نجمع الوقفه ونوض وندير ان شاء الله المستحيل باش عاوتاني ان شاء الله ندفع الدوسي ويقبلوا لي ان شاء الله. J'ai expliqué qu'est-ce qu'on va faire. On va attendre 3 mois et on va équilibrer les comptes et quelque chose comme ça. Pourquoi j'étais au découvert. Oui. Pour qu'ils ne fassent pas la même erreur. Oui, c'est pour une facture. Ouais. Pour l'agence immobilière, c'est ça. Non. La vidéo de l'agence immobilière, je vais faire parce que j'ai sorti un vidéo. Ok, mes petits chiens. Bonsoir. Mais non, putain de chien. Bah si, t'as vu le petit chien. Non, assis-toi correctement. Allez. Donc non, j'ai pas grand chose à rajouter. À part
part que bah on va faire ce qu'il faut, hein, mais bon, maintenant il reste plus qu'à attendre que on tout se passe pas correctement. Baisser les bras. Non, bah non, on va attendre, on va faire ce qu'il faut, puis bah, après bah, on pourra avoir la maison un peu plus tard, c'est tout. Inch'Allah. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, comme on dit. Inch'Allah. بغيتكم تضيعوا معايا ان شاء الله باش يسهل يعني شحال واحد غادي يقول لي راجح حجم 6 ورا كاس اختي كتسبق تقدر تكون تصحني انا ولفتكم انني نبارطاجي معاكم اي حاجه ولفتكم انكم تنصحوني ونصحكم ولفتكم انكم داتكم عائلتي يعني كنبارطاج معاكم اي حاجه داكشي اللي مكتوب لك كيجيك يا استرتي هي ما استرتيش والله اعلم تقدر تكون زعما كون استناكم سقات مي ماشي مشكل ماشي شي حاجه اللي صعيبه يعني صافي عندك لي ديكوفير غتسنى واحد 3 مو تعاود عاوتاني تدفع الدوسي المهم ما نطولش عليكم الفيديو هذا هو نهايه الفيديو ان شاء الله نتسناو ونعاود عاوتاني نقلبوا على الدار ونشوفوا الدار اللي غادي نستاهلوها ان شاء الله ونعاودوا ندفعوا الدوسي وهذه هي الحياه غادي نقول لكم محاليكم ولا لي خطيكم عليا وشكرا لكم بزاف كنهضر معكم والدموع في عينيا ماشي مشكل الحمد لله أكا. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله باي 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 بيزو بوس زوج ايوا هادشي اللي كاين نخليكم نضحكوا شويه مع ريان يلا باي باي سلامه باي 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 باي